بعدين حطينا الشيش برك بالفرن وتركناه 15 دقيقة. وبهالفترة حضرنا الصوص يلي رح يضيف لذة كبيرة للشيش برك. حطينا فيه معلقة من مرقة البندورة مع معلقة زبدة وكاستين مي وغليناهم مع بعض. طلعنا الشيش برك من الفرن وصار جاهز لنضيف عليه الصوص، بس بدنا نصبر كمان شوي لأنه الشيش برك لسه ما استوى على الآخر، لازم نرجعه على الفرن بعد ما حطينا عليه الصوص. وقت طلع من الفرن لآخر مرة حطينا عليه لبن مع ثوم وصوص الزبدة كمان. وهلأ رح نقلكم كيف ساوينا الوصفة الثانية تبع مبارح يلي هي البتنجان المقلي بطريقة أهل البحر الأسود. بالأول أخذنا بتنجانتين كبار وحطيناهم بالطنجرة ليغلو، وبعدين هيك فوراً طالعناهم وحطيناهم بالمي الباردة ليحافظوا على شكلهم. حطينا بقلب زبدية ملح وطحين وغمسنا البتنجانات بقلبهم. طبعاً نحن غمسناهم بالخلطة تبعنا بعد ما نشفناهم من المي منيح، وهيك صاروا جاهزين لحتى ينحطوا بقلب الزبدة. وبعد هيك كسرنا فوق البتنجانات بيض لحتى ينقلوا مع بعضهم، وهيك الوصفة الثانية صارت جاهزة. وهلأ إجا الدور على عصير النعنع المنعش، وهذا العصير عملناه مشان شوب الصيفية. ولحتى نعمله أخذنا المي والسكر والليمون وحطيناهم بقلب طنجرة مع بعضهم وخليناهم لحتى يغلوا شوي، وبعد هيك قمناهم من على النار وحطينا جواتهم ورق نعنع تازة. بعدين حركناهم مع بعض وغطينا الطنجرة عليهم وتركناهم بالبراد لحتى يبردوا منيح. وبعد ما استنينا شي 4 ساعات طلعناهم وصفيناهم، وهيك الشراب تبعنا صار جاهز للتقديم، بس حطينا فوقه للزينة ورق نعنع وليمون وتفاح. صحة وهنا. مرحبا، خصصنا هذا اليوم خصوصي لعشاء السمك. رح نعمل سمك ونحط تحته بطاطا يلي بتتوفر بكل المواسم، ومع الكريمة رح يطلع غير شكل، ورح نعملكم معه كمان سلطة بهارات، وآخر شي بنعمل الحلا. وهلأ رح نحط على البطاطا شغلة رح تعطيها لذة كتير كبيرة يلي هي جوزة الطيب، وفينا نلاقي منها عند بياع البهارات أو العطار أو بالسوبر ماركت. أنا رح أترك الراس، بس إذا أنتوا بدكم فيكن تشيلوه لأنه هو مو كتير مهم بالأساس. طبعاً منكون منطفين السمك صار جاهز.
إذا بدكن حطوا بصلة، أنا رح أقشرها وبعدين أفرمها وحطها على السمك. نوع من السمك فينا نلاقيه بالأسواق بكل المواسم، بس طبعاً أنا بفضل السمك يلي بدنا نعمله يكون تازة وبموسمه. الفرن يلي درجة حرارته 180. عندي سبانخ ظريفة كتير جايبتها من السوق اليوم، رح أعمل فيها سلطة غنية بالفوائد، بس إذا أنتوا بتحبوا فيكن تعملوا سلطة بأي نوع خضار موجود، جرجير أو زعتر بري أو غيره. مثل ما شايفين عم آخذ كم عود سبانخ. السبانخ صغيرة ما رح أقطعها بالسكين أبداً. وحتى الكبيرة فينا نقطعها بإيدينا. فيكن تضيفوا فوق زعتر بري أو بقدونس أو أي شي تاني. السبانخ طريت شوي من الشوب، بس يفضل أنتو تتركوهم بجو بارد لحتى يحافظوا على حالهم أكتر وما تبلش ورقهم تدبل. أخذت كم ورقة من السبانخ وقطعتهم ناعمين ورح حطهم فوق. أنا رح أستعمل العنب فوق السلطة. برأيي إنه العنب بيعطيها نكهة طيبة كتير، بس أنتو مو شرط أبداً تستعملوه، فيكن تستعملوا فريز أو تفاح وغير شغلات. وكمان فيكن تستعملوا البندورة إذا ما بتحبوا إنه تحطوا فواكه فوق السلطة مثل ما أنا عملت. وعندي جبنة كمان رح حط شوي فوقها. هي الجبنة جبتها من أزمير، جبنة ماعز، ورح تعطي طعمة رائعة للسلطة. بفضل القطع ما تكون كبيرة كتير، منحاول نعملهم وسط. رح أجيب 3 قطع جوز وضيفهم كمان فوق السلطة، بتصير أطيب.
يا حذركن أي حلو طيب مع السمك، طبعاً حلاوة بالفرن، ولهيك رح أعملكن حلاوة طحينية بالفرن. مشان هيك أنا جبت شوية حلاوة طحينية، باخدن على الصحن فوراً. حطينا حلاوة بمقدار 300 جرام، وأنا لأني بحب نكهة الجبنة كتير مثل ما بتعرفوا، لهيك رح حط شوية جبنة فوقها، والحلاوة أصلاً فيها شوية دهون، مشان هيك فيكن ما تضيفوا جبنة قبل. مثل ما بتعرفوا الحلاوة لازمها شوية مي، أو فيكن تحطوا كم معلقة ليمون بيمشي الحال، أو ممكن نص كاسة صغيرة من عصير البرتقال. الحلاوة انخلطت ببعضها، وهلأ رح حطها بالصينية المخصصة للفرن. صارت جاهزة ورح تفوت على الفرن. الحلاوة اللي انطبخت بدرجة 180 بالفرن صارت جاهزة. مثل ما شايفين في سلطة، وفي عنا سمك مع بطاطا بالفرن وبهارات، وعنا حلاوة بالفرن. صحة وهنا. الأكلات اللي عملناها اليوم ولا ألذ من هيك، وطبعاً غنية بالفوائد. الوجبة الرئيسية هي أكلة صحية، سمك من أي نوع بتلاقوه بالسوق حسب الموسم بس يكون تازة. طبعاً أول شي نظفنا 3 سمكات وحضرناهم قبل ما نبلش، وطبعاً حضرنا البطاطا وقطعناهم والكريمة وحطينا فوقهم بهارات، خلطناهم مع بعضهم وصفيناهم على ورق الفرن. حطينا فوق البطاطا سمكة، وفوق السمكة زبدة وحلقات بصل وورق غار، وصارت جاهزة لحتى تفوت على الفرن يلي درجة حرارته 180. حطينا السمك بالفرن، وبعد هيك عملنا قدامه سلطة مفيدة كتير، وبلشنا بالتحضير. أول شي حطينا سبانخ بقلب الصحن، قطعناهم بإيدينا بدون ما نستعمل أي سكين لحتى ما تخسر الفيتامينات. وبعدين كان في عنا بازاليا مغلية بالطنجرة، بردناها شوي وضفناها على السبانخ، وحطينا عنب أسود، وقطعنا كمان قطعة جبنة وحطيناها، وفرمنا كمان فوقهم 3 جوزات، بس ما بتصير السلطة من دون صوص. حطينا خل التفاح بقلب صحن، ومعلقة ملح وعسل، وبعدين زيت زيتون وخلطناهم، ووزعناهم فوق السلطة بشكل متساوي. السلطة تبعنا صارت جاهزة لحتى تتقدم جنب السمك. ولحتى تكمل لذة السفرة، عملنا الحلاوة اللي بتتاكل جنب السمك، وطبعاً كمان عملناها بالفرن. جبنا 300 جرام حلاوة طحينية، وحطيناهم بصحن مع الجبنة، وضفنا نص كاسة عصير برتقال، وعجناهم مع بعضهم وحطيناهم بطبق الفرن، وضفنا عليهم شوية فستق تبع الحشوة، وهيك سفرتنا صارت ولا أطيب. صحتين وهنا.